ما اسموش اعتصام، هو كان عذاب، عذاب لينا احنا. احنا كنا عايشين في حاله تهديد، كانوا عمالين يفتشونا في الطلعه والنزله. هاتوا من الشارع وعاملين زحمه والسكان، كان واحد بينزل بالبطاقه ويطلع بالبطاقه. ده ايام الاعتصام، تحس انك في دوله غير الدوله، يعني مش داخل جمهوريه مصر العربيه. جينا هنا طبعا لانهم محتلين المكان، اكل شرب نوم، اي خراب تتوقعه كان موجود. شفت عربيه بتوزع اكل وبتوزع باكت ماني، اكل وباكت ماني، دي انا شايفها بنفسي. بيفتشوك اول انت داخل وانت خارج، انا يعني مش عايز اقول لك كنت يوميا بتخانق معاهم بسبب التفتيش. الصوت الكذب بقى ده اللي ما تتخيلوش، يعني جبريل عندنا في رابعه ويزغرطوا ويلبسوا الناس ابيض وكانهم بيعملوا حج، حاجات غريبه غير المعلومات اللي كانوا بيقولوها للناس بتاعتهم كذب. كنت كل ما انزل واطلع لازم اتفتش، وكنا عايشين في حاله رعب بصراحه. من اصعب شهرين شفناهم في حياتنا انا وكل السكان اللي موجوده في المنطقه هنا. اي شقه كانت مقفوله بقى لها مده بيتفتح يتعمل عليها سطو ويقعدوا فيها. كانوا بيغلسوا علينا ان احنا داخلين يفتشونا، جايبين اكل من المطعم عشان نتسحر او نتعشى، كانوا بيفتشوه يشوفوا بطايقنا. وفي بقى لجان، بقى هم عاملين لجان تفتيش اللي داخل واللي خارج، لجنه تفتيش هنا ولجنه تفتيش هنا، ستات ورجاله والكلام ده، وفي الميدان طبعا، وعند اول شارع الطيران من ناحيه صلاح سالم كده. في واحد هنا اتعذب قدامي وقالوا انه حرامي، بس عذبوه عذاب بامانه ربنا، يعني مش لو حرامي ده، لو كافر وملحد مش هيعملوا كده. موضوع الفض كان لازم يتم. يوم الفض كنا بنحلم بيوم الفض، امتى اليوم ده هيجي؟ فض اعتصام رابعه ده، يا اما كنا نعيش دوله داخل دوله بقى وخلاص، يعني يبقى في دولتين داخل جمهوريه مصر العربيه. الرصاص مرمي في كل حته فوق في العماير اللي كلها متنطوره هنا، هو كتير قوي في الادوار كلها. على بال ما دخلت الشرطه الناحيه دي بعد الفض بحوالي 6-7 ساعات، اذا مين اللي كان بيضرب نار؟ هم اللي كانوا بيضربوا في نفسيهم، وما كانش بيضرب في الاخواني، هو كان بيضرب في الشعب المصري اللي هو مش اخواني، اللي هو مشتريه بفلوس. اتضرب عليا نار منها من الدور الثامن، مش بيتضرب عليا، بيتضرب على القوات الخاصه. كانوا لحد تاني يوم لسه فيها ناس، يعني دي، وانا اتضرب عليا فعلا انا ومراتي واخت مراتي، اتضرب علينا نار مع الضباط اللي كانوا واقفين تحت. ازاز الملوتوف وازاز البتاع دوت وبنزين وجراكن وحاجات زي كده كتير قوي، والخوذ ديت واخدين طقم كامل مش موجود، فتوقعنا ان واحده يعني. بعد كده عرفنا بريع كان بيتنقل بهذا الزي. كان بيطلع العمارة عندنا بلبس ومنقبات، تمام، وده احنا عرفناه يعني طبعا من بعد التحريات اللي عرفوها ضباط الشرطة ورجال الشرطة. ده احد ذكرياتي هنا، وكنت كل ما انزل واطلع لازم اتفتش، وكنا عايشين في حالة رعب بصراحة، بس الحمد لله يعني.